فاق الغوان سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد خمدت خصاله السنية صلى الله عليه ابن هاشم واسمه عمر بن عبد ملاك واسمه المغيرة الذي انتمى الارتقاء لعليا ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاصي في بلاد قضاعة القصية الحرم المحترم فحما حما ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن مهر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضى ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أهدى البدن إلى الرحال بالحرم وسمع في صلب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولبى ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان وعباس كن ظن الفرائب هو نال سنة السنية شارح وأبا وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية صلى الله عليه إلى النبي إسماعيل نسبته ومنتمى فعظم به من عند تألقت كواكب الذرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنكر